المجسمة ماذا يقولون؟ هؤلاء المشبهة الذين يشبهون الرب بمخلوقاته سبحانه وتعالى عن تشبيههم، ماذا يقولون؟ المشكلة أن هؤلاء كانوا مسيطرون على الأمر، لأنهم كانوا وعاظ سلاطين، والسلاطين كانوا من سلاطين بني أمية وبني العباس، يستعينون بهؤلاء لكسب الشرعية في صفوف الناس. ولحد الآن دأب الطغاة هكذا، الحاكم الطاغي يريد يبين للناس أن له مشروعية دينية فعليهم أن يخضعوا له، يشتري ذمم بعض الناس ممن تعلموا بعض الكلمات وسموا بالعلماء مثلا، فهؤلاء يبرزهم في الإعلام وهم يصفقون له و يبررون أفعاله ويأمرون الناس بإطاعته. فهذا الأمر كان في طول التاريخ ولحد الآن موجود، الحكام الظلمة يستعينون بوعاظ السلاطين. هؤلاء كانوا ناس يضعون الحديث، يكذبون على الرسول صلى الله عليه وآله كلما اشتهى الحاكم، وقد كثر أكاذيبهم وموضوعاتهم على الرسول صلى الله عليه وآله، والرسول منهم بريء. وكلما كانوا يعجزوا عن شيء يستعينوا بكتب اليهود والنصارى وما إلى ذلك، ولذا كثرت الإسرائيليات في مروياتهم. والأئمة عليهم الصلاة والسلام حفظوا الدين من الانحراف، ولولاهم الدين كان ينحرف مثل اليهودية والنصرانية. الدين الذي نزل على موسى، الطريقة الشريعة التي نزلت على موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، كانت شريعة ودين إلهي، شريعة إلهية. الله فضل هؤلاء في زمانهم واختارهم وبعث فيهم أنبياء، وموسى عليه الصلاة والسلام الله أنزل عليه التوراة في ألواح فتلاح على بني إسرائيل، لكن بعد موسى عليه السلام حرفوا، وكذلك عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام بعد عيسى حرفوا. ولأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون الإسلام خاتمة الأديان، جعل ضمانات لكي يصل الإسلام الصحيح إلى الناس في طول التاريخ. لله الحجة البالغة، فلذلك الله سبحانه وتعالى هيئ الوسائل لحفظ هذا الدين، حفظ القرآن من التحريف، هذا العماد الأول، الثقل الأول الأكبر، وأيضا شفعه بأهل البيت في كل الأزمنة. أهل البيت كانوا ولا زالوا موجودين، دائما واحد منهم موجود، فهؤلاء كانوا يبينون الحق، فإذا أي انحراف يصير يبينوا. فلذا الدين خالص وصل، هسه الناس منحرفين، الحجة عليهم.